سمعت يا شيخ محمد أنك شاركت في مسابقات كثيرة لحفظ القرآن. نعم الحمد لله. ما شاء الله، ما هي المسابقات التي شاركت فيها والمراكز التي حصلت عليها؟ شاركت في مسابقة قرآنية في الدكار هناك، وعزت هناك المركز الأول. ما شاء الله ما شاء الله. نعم، وهنا أيضا أقمنا هنا مسابقة قرآنية. نعم، أيضا كنت في المركز الأول. ما شاء الله. وفي السودان أيضا شاركت في السودان. نعم. حصلت على أي مركز ما شاء الله؟ المركز الثاني. المركز الثاني ما شاء الله، بس هذه دولية كانت اللي نعم. في السودان. نعم، كان المسابقة دولية. نعم ما شاء الله. وفي ساحل العاج أيضا. نعم، كنت هناك المركز الخامس. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور، برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور، جاء على الوحي الأمين، منه شفاء. الدكتور محمد حبيب الله مؤسس دار الإيمان في السنغال، بدأت حياته مع القرآن وهو في السن السابعة من عمره. كنا نبدأ بداية متواضعة بسيطة، حيث أننا نأخذ الألواح الخشبية ويكتب لنا الوالد عليها حروف الهجاء، فنبدأ بأسمي الله بهذه الطريقة. ما شاء الله. إلى أن أصبحت أقرأ قراءة متواضعة كذلك، وكنت أحفظ لكنه حفظ بسيط لم يثبت. نعم. حتى اختتمت على هذه الطريقة بعد 3 سنوات تقريبا. كانت البساطة في حياتنا هنالك، يعني ننام على الفراش أو على الأرض أحيانا، يعني كنا في الليل نوقد الخشب يعني موقدا، وهو الذي كان نقوم بحفظ القرآن عليه. لا توجد أنوار، ولكن الأنوار التي تحفظون بها في الألواح نجمع الخشب. تجمعون الخشب وثم نوقدها في الليل ونشعلها ثم نلف حولها، ومن هنا نستطيع أن نقرأ وبصعوبة كبيرة. بين البرايا كم شدا ويردد الكون الصدا، يوم تجلى بالهدى قرآننا فيه النجاة، اقرأ تدبر في خشوع شوقا تفيض به الدموع، ينسب سحرا بالضلوع بالنور في كل اتجاه. ثم ذهبت إلى موريتانيا ومن هناك كملت حفظي وتعلمت في معهد الدراسات القرآنية بنوكشوت. نعم. نعم، وبعد تخرجي في هذا المعهد حاولت حتى وفقني الله سبحانه وتعالى بالذهاب إلى المملكة العربية السعودية والالتحاق بالجامعة الإسلامية في المعهد الثانوي. ما شاء الله. حيث درست المرحلة الثانوية ثم المرحلة الجامعية إلى أن وفقني الله للحصول على الدكتوراة. تأسست مدرسة دار الإيمان عام 1997 حيث تخرج الشيخ من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة على نظام المدارس الداخلية، حيث يبيت الطلبة كلهم في هذه المدرسة القرآنية.